بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم، وآخر هذه الأبواب التي وقفنا عندها في المرة السابقة قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت، أي سكت ذلك الغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الترجمة السابقة لذلك بتبين الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، فكان من ذلك كما قال أبو موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. وبالتالي عمر رضي الله عنه برك على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حتى سكت الغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب هو باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. قال: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ أي كرر هذه الكلمة ثلاث مرات. قال: هل بلغت. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال أنس رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. كذلك في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. فأيضا رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. وده الغرض من تكرار الكلام حتى يصل مفهوم هذا الكلام إلى السامع. وإن دايما الغرض من الكلام هو إيصال مفهوم إلى السامع، وبالتالي بنتخير الكلمات التي تعبر عن المراد ويفهم من خلالها السامع مراد المتكلم. يبقى من تكلم بكلام بينتقي من الكلمات ما يوصل من خلال مفهوم ما أراد إلى السامع. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكرر ويعيد الكلام ثلاثا، قلنا بهذا الغرض ليفهم عنه. ولذلك قال: فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها،
يبقى ألا وقول الزور، وأن حتى يصل تأكيد هذا المعنى ومفهوم ما أراد إلى السامع. وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت، يبقى في خطبة الوداع لما خطب في الناس، وبالتالي هذه الخطبة البليغة قال هل بلغت هل بلغت هل بلغت، وقلنا عشان يؤكد ويصل هذا المفهوم إلى الناس. وكما ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. والرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. يبقى مش غرض أنه هو تكرار الكلام إلى ثلاث مرات، ولكن الغرض هو التكرار من أجل إيصال المفهوم. فإن وصل المفهوم من أول جملة المقصود بالكلام الكلمة أي جملة، يبقى وبالتالي لو وصل المفهوم يبقى عند ذلك حيمسك. فالغرض من التكرار هو إيصال المفهوم مفهوم المتكلم إلى السامع، فكان يكررها ثلاثة، لكن مش التكرار بلا هدف، ولكن التكرار من أجل إيصال المفهوم. فإن وصل المفهوم من الجملة الأولى يبقى أمسك، إن وصل المفهوم من الجملة لو كرر الجملة مرة ثانية يبقى كان أمسك. وكذلك إذا استأذن أو إذا سلم سلم ثلاثا، أي عند الاستئذان يستأذن ثلاثا وإلا ينصرف، فكان يطرق الباب السلام عليكم أدخل، ثم يكرر ذلك السلام عليكم أدخل. يبقى ده إن سلم سلم ثلاثا يبقى ده في حالة الاستئذان. وطبعا قصة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه معلومة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر كان أميرا ثم أرسل إلى أبي موسى الأشعري، فعلى ذلك استأذن على عمر ثلاثا ثم انصرف، وبالتالي إذا لم يأذن له انصرف بعد الثالثة. وعمر رضي الله عنه نادى بعد ذلك على أبي موسى الأشعري وقال ما حملك على ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان ثلاثة وإلا فلتنصرف. فبالتالي يبقى المعنى يبقى إذا سلم سلم ثلاثا يبقى يستأذن استئذان ثلاثا، يبقى على ذلك يستأذن السلام عليكم أدخل. إذا لم تكن هناك إجابة كرر ذلك الثانية، إن كان لم تكن إجابة كرر ذلك أيضا الثالثة، وإلا انصرف كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وده أدب الاستئذان، هذا هو أدب الاستئذان. يبقى وبالتالي يطرق الباب وينتظر برهة، ثم إن لم يكن إجابة طرق مرة ثانية، وإن لم يكن إجابة طرق المرة الثالثة وانصرف بعد ذلك. والاستئذان ثلاثا كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين أنس رضي الله عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، يبقى مش هيرفع رأس المجلس كده، وبالتالي يكرر السلام السلام عليكم ورحمة الله ويكرر ذلك ثلاثا، لكن هذا على مسألة الاستئذان، استئذان ثلاثا، وإلا انصرف كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا تكلم بكلمة عدها ثلاثا حتى تفهم عنه، فلو وصل المفهوم من الكلمة الأولى يبقى أمسك، يبقى مش مجرد أن هي من السنة إعادة الكلام ثلاثا لمجرد إيه العدد، لمجرد استفاء العدد، ليس المقصود استفاء العدد، ولكن كما قال حتى تفهم عنه. لذلك قال في الرواية الأخيرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته، قلنا لأن رفع الصوت بالعلم كما مرت هذه الرواية، يبقى رفع الصوت بالعلم بقدر الحاجة، بقدر ما نحتاج أن نوصل هذه الكلمة إلى السامع. يبقى حال الإمام كما بينا إن قرأ، لا غير لما يقرأ الإنسان لنفسه، يبقى يصلي بمفرده يبقى هيسمع نفسه، ولكن لو كان يصلي بالناس يرفع الصوت بقدر ما يصل مدى ذلك الصوت إلى المأمومين. ولذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار، يبقى كانوا في مسافة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الصحابة، فبالتالي احتاج إلى رفع الصوت حتى يصل مدى ذلك الصوت
إلى هؤلاء القوم، قلنا لأن هؤلاء هم الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، وبالتالي ندب على صوته ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، على أساس أنهم كانوا يقومون بمسح أرجلهم، وطبعا الأصل هو غسل الأرجل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى الرجل إيه؟ بتغسل. قلنا الغسل هو إسالة الماء على العضو، يبقى إسالة الماء على العضو. قلنا غير المسح، يبقى امرار اليد المبتلة على العضو، يبقى حمسح الرأس، يبقى مرر اليد المبتلة على الرأس، ولكن بالنسبة لغسل العضو يبقى إسالة الماء حتى تتقاطر الماء من ذلك العضو. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب تعليم الرجل أمته وأهله. قال باب تعليم الرجل أمته وأهله. ثم ذكر رواية عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. فالإمام البخاري رحمه الله بوب هذه الترجمة تعليم رجل أمته وأهله. يبقى نقول إن كان يعني هذا الأمر بالنسبة للأمة، يبقى ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة تعليم الرجل أمته وأهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبي وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا نتذكر الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. يبقى آمن بنبي، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مسمع الرسالة فآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ده له أجران. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يبقى في ربنا سبحانه وتعالى بيّن، ودي نزلت في عبد الله بن سلام وكذلك في سلمان الفارسي الآية الدهية. وطبعا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء اللي كانوا آمنوا بعيسى عليه السلام، وبالتالي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مسمع من ذلك آمنوا، يبقى ده كان عن نصرية، وبالتالي ترك النصرية عبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم لما وصل إلى مسمع. قلنا دايما الباحث عن الحق، يعني الباحث عن الحق يبقى ليس عنده استكبار، فيكون قابلا للرسالة أو قابلا لذلك الحق إذا جاء. وذلك أن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وإن أيضا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
يعني أيضا يعني الآية بتبين يبقى له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو آمن بنبيه ثم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني هؤلاء كيف آمنوا، قلنا لأن ده الباحث دايما عن الحق ليس عنده استكبار، وأن الكبر ده مانع من قبول الحق، الكبر مانع من قبول الحق. لكن كما بينا وكما ذكرنا أن الله عز وجل كما بين ذلك أن منهم قسطيسين ورهبان أنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا أن الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فكذلك يعني ده الباحث عن الحق لما بيصل إلى الحق يصل إلى بغيته، فهؤلاء آمنوا. قلنا كعبد الله بن سلام، ويبقى ده كان يهوديا حبر من أحبار اليهود، وأيضا سلمان الفارسي تنصر فكان على النصرانية، يعني حتى وصل إلى مسمع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فآمن. فكل منهم له أجران، يبقى أنه آمن بنبيه وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه يبقى له أيضا أجران. ورجل كانت عنده أمل، وده الشاهد من الكلام والذي ترجم على أساس الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، ورجل كانت عنده أمل يطأها فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتق فتزوجها فله أجران. طبعا هذه الروايات فيها يعني حث تحريض على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يبقى لمن كان على غير هذه الملة، يبقى كان على ملة سواء كان يهوديا أو كان نصرانيا، فيبقى فيها التحريض لهؤلاء، يبقى في دافع حافز لو آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى يكون له أجران، أجر إيمان بنبيه وأجر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ورجل كانت عنده أمة، فلذلك الإمام البخاري رحمه الله قال تعليم رجل أمته وأهله، يبقى قالوا إن الحرائر أولى بذلك، يبقى المرأة الحرة أولى، فإن قام رجل بتأديبها وبتعليمها يبقى كان له أجرا. إن كان ذلك في حق الأمة يبقى قالوا من باب أولى وأحرى أن يكون في حق إيه؟ في حق الحرة. فرجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن، لكن بقيود دهية كيف علمها وكيف أدبها، يبقى هنا نقول زينة المرء دايما الأدب، الأدب ده هو زينة المرء. فلذلك ذكرنا أن الحياة الزوجية هي ميدان فسيح للطاعات والقربات، جملة من الطاعات، يعني دي فيها جملة من الطاعات. قلنا ما تعزلش الحياة الزوجية عن ميدان الطاعة أو ميدان الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أدبوهن وعلموهن. المطلوب أن تقوم بتأديب الزوجة وتعليم الزوجة، تأديب مش معناها الضرب ولكن تعلمها من أحكام الشرع، تعلمها من أحكام الشرع. وربنا سبحانه وتعالى لما مدح إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وأمر أهلك بالصلاة. الرجل مأمور أن يقوم بصيانة ورعاية المرأة في مسألة الطاعات، يعني هي مش مسألة فقط أنه بيستمتع بهذه المرأة، لكن المرأة لها حقوق على ذلك الرجل أن يقوم بصيانتها ورعايتها. فلذلك الحياة الزوجية ميدان فسيح للطاعات والقربات. ولذلك في قصة سلمان الفارسي، وطبعا هنا كان في مؤاخاة بين سلمان وبين أبي الدرداء، فلما ذهب سلمان رضي الله عنه لزيارة أبي الدرداء فوجد أم الدرداء مبتذلة، ليه يا ترى؟ أبو الدرداء كان يصوم النهار ويقوم الليل، يعني كان يصوم النهار ويقوم الليل، فهو بالليل والنهار متلبس بعبادات، وبالتالي على ذلك كان إهمال لهذا الجانب. فلما رأى بهذه الصورة فعلى ذلك أبو الدرداء
يعني كان صائما فأمر أن يفطر، وكان قائما أمر أن ينام. ولما عرض ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان، لأنه قال لأبي الدرداء إن ربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان حاله كذلك. يبقى الإنسان إحنا بنغبط هذا الإنسان ده مجتهد في العبادة، لكن اجتهاده ده يضيع حقوق، يبقى مضيع لحقوق. إن ربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. لذلك الإنسان لابد أن ينظر إيه الحقوق المتعلقة به، إيه الحقوق وأديها. وإن طبعا ده إحنا صوام بالنهار قوام بالليل، يبقى في إهمال لحقوق المرأة، في إهمال لحقوق المرأة وإهدار لشعور وإحساس المرأة. فالبعض قد يعامل المرأة أنها يعني كيان بلا إحساس وبلا شعور، عنده نوع من أنواع الإهمال. إن كان هناك طغيان أو جور يجور على حق الزوجة، لكن الزوجة دي لها حقوق. ومعنى عدم أداء الإنسان للحق أنه يطالب بذلك الحق يوم القيامة. مسألة مش هينة، المسألة ليست بهينة. قلنا على الرغم أنه هو إهماله لحق المرأة كان بسبب إيه؟ بسبب اجتهاد هذا الإنسان في الطاعة. نقول لا، يعني هو خرج عن المعنى المقصود. ونتذكر أيضا هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، وبالتالي على ذلك كل منهم أخذ القرار، واحد منهم أخذ القرار أنه يقوم الليل ولا ينام، والآخر أخذ القرار أنه يصوم ولا يفطر، والثالث قال لا تزوج النساء. كل ده ليه؟ من أجل الاجتهاد في العبادة. قال نحن نحتاج أن نجتهد في العبادة. فعلى ذلك بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن على الرغم أنه الصورة صورة اجتهاد في العبادة، ولكن خرج عن المضمون الصحيح، خرج عن السنة، ده نوع من انحرافه. فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع أن المسألة اجتهاد في العبادة، ده التصور عندنا، فده يتطلب مني أن أنا أتصور العبادة. لأن البعض يتصور عبادة عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن شعائر تعبدية. يبقى إن أردنا أن نستزيد من العبادة هنستزيد من الصيام، هنستزيد من القيام، من الاستغفار، من الذكر، من الدعاء، من قراءة القرآن. كل دي عبادات مطلوبة، كل دي عبادات مطلوبة، بس إياك أن تجور على حقوق الآخرين بأداء هذه الأمور. يبقى لأن أقول وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا عدم تصوري للعبادة فعلى ذلك ممكن يخل أداء الإنسان. حتى اللقمة يرفع إلى في امرأتي يحتسبها كانت له صدقة، كانت له صدقة. وكذلك عائشة رضي الله عنها بتنقل لنا يعني جانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تخيل كده أن عائشة رضي الله عنها كانت حائضا فشربت، فعلى ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح، ثم تخير موضع شرب عائشة. يبقى ده إدخال سروع على المرأة، عائشة تنقل ذلك الكلام. يبقى انظر يعني مع المهام الجسيمة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسؤولية العظيمة التي ألقيت على عاتقه، لكن على ذلك أي سرور يستطيع أن يدخله على الزوجة يبقى قام بذلك ولم يقصر. وأن مع كثرة المشاغل يعني لا نستطيع أن احنا نتعلل بكثرة المشاغل أو المسؤوليات أو غير ذلك. انظر بقى إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن احنا فعلا بنحتاج أن احنا ننظر إلى كيف نطبق عشرنا بالمعروف، كيف أعاشر الزوجة بالمعروف. ارجع بس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عائشة تنقل لنا هو، يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول ذلك القدح ثم تخير موضع في عائشة وشرب من ذلك الموضع. يبقى ده سرور يدخله على المرأة، سرور مودة، ده فيها مودة فيها رحمة. كان يقبل هو صائم، يعني كان يقبل لما الواحد بيبقى صائم خلاص فبينتهي، هو لا يقبل كطلب شهوة غير ذلك، ولكن ده أمر يبقى اعتاده مع امرأتي. لا شك أن ده يدخل السرور والبهجة على المرأة، مطلوب، يعني هذا أمر مطلوب. فمطلوب تأديب المرأة ومطلوب تعليم المرأة. وأن حتى أمر الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها،
وأمر أهلك بالصلاة، يبقى أنا مأمور أن أصون عبادة الزوجة، وأيضا يعني أن أكون حريصا على عبادتها وحريصا على إنجاء المرأة من النار، كما أنا حريص على نفسي. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة. يبقى أنا حريص جدا على إزالة أي عوائق تعوق الزوجة عن العبادة، وأيضا أزيل أي أذى تتعرض له المرأة، وكذلك أقوم بصيانة العبادة. أطمئن على حالها، يعني أطمئن على حال المرأة، وبالتالي الرجل بيحفز الزوجة على الاستمرارية والاستدامة على عبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى يعني بينا قبل ذلك في بدء الوحي أن عائشة رضي الله عنها التي تحكي لنا قصة الوحي وهي لم تولد بعد كانت، يبقى ده تصور الأمر. يبقى في الصمر مع الأهل، الصمر يبقى بيجلس كده يتودد إلى الزوجة، يتودد ويحكي لها. نقول دي مضيعة الوقت، هذه مضيعة؟ لا، ده احنا فهم قاصر، فهمنا قاصر ايه هي العبادة. عشان كده دايما لازم انا اتصور، يعني اتصور ايه هي العبادة. يبقى العبادة مقصورة على عبادات فقط اللي هي صلاة وصيام؟ لا، ده كل حتى تبسمك في وجه اخيك صدقة. اللقمة بيرفع لها فيه المرأة صدقة، وبضع أحدكم صدقة، إدخال السوء على مسلم صدقة، وأولى الناس بإدخال السوء عليها الزوجة. وبالتالي يبقى عشان يبقى المعروف إزاي أطبقها، ارجع بس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما حكت عائشة رضي الله عنها قصة 11 امرأة واللي هي حديث أم زرع، يبقى نقول هذا الحديث قصته عائشة، إما اللي هي قصته على النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي قصته بعدما قص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. قصة طويلة قعد يسمع لها، وكان إنصات النبي صلى الله عليه وسلم إنصات جيد، يعني حتى في نهاية القصة قال أنا لك كأبي زرع الأم زرع غير أني لا أطلقك، بيديها الأمان. يعني أنا لك الصورة بقى، النماذج 11 نموذج عرضته عائشة رضي الله عنها، أنا لك كأبي زرع الأم زرع غير أني لا أطلقك، يعني ده أمان، ونقول مودة رحمة ألفة. يبقى بيسعى كده إلى زيادة الرابطة التي بينه وبين زوجه، يبقى الإنسان بيسعى كده إلى زيادة الرابطة التي بينه وبين زوجه. فلذلك إحنا بنحتاج إلى تصحيح المفهوم والتصور عن العبادة. كما نقول إذا كان كسوف ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ لما يبقى في كسوف احنا نصلي صلاه الكسوف، هل الامر مقتصر على كده؟ لا، ده لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم مساله الكسوف، ودي ايات من ايات الله سبحانه وتعالى، نفزع بايه؟ الى الله عز وجل بالصلاه، بالدعاء، بالصدقه، بالعتق، اي طاعه من الطاعات، بالطاعات. يبقى على ذلك بالطاعات. تخيل امراه حائض وجدت كسوف، ماذا تصنع؟ هي لا تصلي. يبقى في الدعاء، في الاستغفار، في الصدقات، يبقى دي جمله من الطاعات. لكن احنا بيقتصر عندنا الامر ان الكسوف يبقى يتعلق دي صلاه الكسوف، صح كده؟ لكن برضك هنا العتق، الصدقه، الدعاء، كل ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن الانسان لا يصلي وبالتالي يمكث هكذا لانه ما صلاش، لان بيظن ان هذه الايه يقتصر في الصلاه فقط، لكن لا، ده تصور العباده. بنحتاج ان انا اتصور ايه العباده بالظبط؟ كيف تكون العبادة؟ كيف تكون حياتي كلها عبودية؟ وإحنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. يبقى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إزاي أنا أحول حياتي كلها؟ كل حياتي، ما فيش جزء كده خارج عن العبودية، يعني كل حياتي تبقى داخل إطار العبودية. يبقى لازم إحنا نصحح التصور ونرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل كده مطالب بأن يؤدب امرأته. أدبها إزاي؟ يبقى على الآداب الشرعية. إذا كان مثلا في الطعام تأكل باليمين، في الشراب بتشرب باليمين، وأحذرها أن تطعم بالشمال أو تشرب بالشمال، يبقى دي آداب، دي آداب، أدب العطاس، أدب كذا، أدب التساو، لها آداب. وكذلك علمها أمر ذلك الدين، خاصة أمر التوحيد. ناخد الكلام ده نعود إلى لقمان عليه السلام، دي البنود اللي احنا ينبغي أن نتربى عليها. المطلوب أن أنا أربي الأبناء على هذه البنود كما بيّن لقمان عليه السلام، وأنا أساسا أتربى على ذلك. أول بند طبعا في التعليم هو مسألة الإيمان، التوحيد. يبقى نصحح الاعتقاد،
قلنا لأن كل أعمال الإنسان يتوقف قبول الأعمال على صحة الاعتقاد، فقد يتقدم الإنسان بأعمال كثيرة لكن عقيدة فاسدة، فالأعمال عند ذلك أعمال مردودة. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك أيضا هذه الرواية بتبين يعني بيبقى في تحريض لهؤلاء على المصارعة والمبادرة إلى هذه الأفعال التي يضاعف فيها أجر ذلك الإنسان، فيها تحفيز. ولذلك انظر إلى فقه الإمام البخاري رحمه الله، قال تعليم الرجل أمته وأهله، وإن معين الرواية تتكلم على الأمة، طب دي تتكلم على الأمة اللي هي المملوكة، طب الحرة، قال يبقى ده من باب أولى، والرجل مطالب بذلك كما بينا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، علموهن وأدبوهن، يبقى أنا المطلوب. وهذه الآية أهو، وأمر أهلك بالصلاة، ولما كان الثناء والمدح لإسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يبقى وجهة المدح فين والثناء فين؟ يبقى كان بيقوم بأمر أهله ويعاون أهله على الصلاة أداء الحق الذي الله سبحانه وتعالى، وأن تحسن في العبادة، وكذلك أداء هذا الحق الذي للعباد وأن تحسن مع الخلق. يبقى ده أدي إسماعيل عليه السلام مدح من ذلك الجانب. ثم ذكر باب آخر، وباب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال الإمام البخاري رحمه الله باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، وأن الإمام مطالب بذلك الأمر أنهم من رعايا، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، والإمام راع يبقى راع ومسؤول عن رعيته. فين الرعية؟ من الرجال والنساء، من الرجال والنساء. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنه وقال أشهد على النبي، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معه بلال فظن أنه لم يسمع، فعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع بلال فظن أنه لم يسمع، ده كان في خطبة أو في صلاة العيد، يعني في صلاة العيد يبقى لما وعظ الناس ظن أن العظة لم تصل بعد إلى النساء، وبالتالي اخترق الصوف حتى وصل إلى مكان النساء فوعظ النساء. فلذلك يقول فظن أنه لم يسمع، يبقى ان الكلام لم يصل للنساء، وده لهم حقوق وده راعي، يبقى لابد ان يراعي حقوق الرعيه، حقوق رعيه من الرجال والنساء. فلما ظن انه لم يسمع يبقى الكلام لم يصل الى النساء، فاتى الى جوار النساء وعظهن وامرهن بالصدقه، فجعلت المراه تلقي القرد والخاتم وبلال ياخذ في طرف ثوبه. وده بيان ايضا الى ان المراه بتتاثر بالموعظه، المراه تتاثر تاثر لحظي بالموعظه. يبقى تخيل لما وعظ النساء وأمر النساء أن يتصدقن، كانت العظة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يتصدقن، وذكر الحيثية أنهن أكثر أهل النار. لما؟ أنهن يكفرن، يكفرن بالله قللا، ولكن يكفرن العشيرة، يكفرن الإحسان. إذا أحسن الرجل إحداهن الدار ثم سألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، فوعظ النساء بهذا الأمر، وعظ النساء وبين أن أكثر أهل النار من النساء، وذكر الحيثية، ذكر الحيثية. يبقى في خلق معين، تصرف معين من المرأة مطلوب أنها تبتعد عن ذلك، لكن كما بينا أن المرأة لو صدر من ذلك لا تتعجب كزوج، لا تتعجب. المرأة الآن في حالة من الخطورة، عليك أن تقوم بإنقاذها، يبقى حالة من الخطورة عليك أن تقوم بإنقاذها. ودي قلنا المرأة كده أحسن لها الظهر كله، أسألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما تتعجبش بقى. يبقى نقول ان هي الان في حاله خطره، حاله حرجه، يبقى ماذا اصنع؟ ماذا اصنع؟ يبقى اقوم بدفع هذا الاذى عن المراه، ادفع ذلك الاذى، ودي الفتوه والرجوله. يبقى انا المطلوب مني اصون المراه حتى انجي المراه من النار كما اسعى نجاه نفسي من النار. وبالتالي اي خلل في تصرفات المراه يبقى لابد ان اقرا حال المراه الان، حالها دي حاله من الخطوره على المرأة، فأدفع ذلك البلاء. فده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العظة دهيت، وبالتالي إيه وجه التعليم؟ أمرهن بالصدقة،
أمرهن بصدقة فقال لهن تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. إحنا لنا رواية ما من أحد ليس كلام ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وبالتالي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق الإنسان حتى لو بشق تمر فإن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى الصدقة كأنها سد منيع أن يوقع الإنسان النار. يبقى دي جملة من الطاعات. فوعظ النساء وكذلك علم النساء ماذا يصنعنا. تخيل بقى العلم كان في إيه؟ أمرهن بالصدقة. يبقى دي تعليمه أمرهن بالصدقة. فعشان إحنا لا نكثر على أنفسنا يعني نقول لك ده هعلمها إيه؟ لا ده التعليم بلغه عني ولو آية كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلت حكم الأحكام. يبقى أنا علمتك الآن علمتك حكم الأحكام أهو. تعليم ده مش شرط لازم أنا أدرس لك كتاب بأكمله ومصنف بأكمله ولكن علمتك حكم الأحكام مسألة من المسائل. يبقى نقلت لك ذلك الأمر أدي التعليم أهو أدي التعليم. هيعلم كيف علم النساء أمرهن بالصدقة وبيّن أن الصدقة هتنجي الإنسان من النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كلام صريح أهو. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. شو اتق النار ولو بشق تمرة. يبقى ماذا تصنع الصدقة؟ يبقى هي عبارة عن مانع وسد منيع حتى لا يقع الإنسان النار. وبالتالي ده من شفقة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بيان لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ورفق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالنساء. وعلم أيضا كان التعليم لما أمرهن بالصدقة قلنا لما حدثت العظة شوف تأثر المرأة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم. يعني شفت تخيل المرأة تصدق بإيه؟ تصدق يعني بالحلي. والحلي ده بالنسبة للمرأة يعني شيء له قيمة عظيمة جدا. لكن شوف لما تأثرت المرأة بالموعظة وبالتالي حث النبي صلى الله عليه وسلم حرض على الصدقة يبقى تصدقنا على الفور. ده حال المرأة تتأثر بالموعظة تتأثر بالنصيحة. هذا هو حال المرأة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فعظهن وأمرهن بالصدقة يبقى لابد أن يبقى عندنا شعور وإحساس بالمسؤولية وأنك أنت مسؤول عن رعيتك. أنت مسؤول عن رعيتك مش مسؤول عن طعام يعني الأسرة وشراب الأسرة وملبس الأسرة. ده جانب لكن في جانب أهم وأنك أنت مسؤول عن إنقاذ هذه الأسرة من النيران. إنقاذ الأسرة من النيران. يبقى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الحرص على الحديث. قال باب الحرص على الحديث ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. يبقى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظننت أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. يبقى في إنسان عنده حرص كده على أن يتعلم وبيسأل عن المسألة الفائتة. يعني يسأل عن المسألة الفائتة. احنا قلنا يعني دي من الآفات الموجودة. يعني دي من الآفات الموجودة إن من غاب عن الدرس لا يسأل. يعني لا يسأل. وكذلك أيضا يعني من غاب يعني ليس هناك حرص من الحضور أن يتفقد حال الغائب وكذلك أن يبلغ ذلك الغائب يعني ذلك العلم الذي غاب عنه. يعني ده أساسا آفة. دي آفة. هذه آفة. يبقى ودي من السنة المهجورة. هذه من السنة المهجورة. يعني انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم. حرص الصحابة على القيام بذلك. وإحنا ذكرنا التناوب في العلم. يعني عمر هو كان يعني يتعاقد مع ذلك رجل أنصاري وكان في عوالي المدينة أطرافها بينزل اليوم وهذا الأنصاري ينزل اليوم وهذا الأنصاري يأتي بخبر اليوم ده يا ترى إيه الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يقوم بنقل العلم إلى عمر وعمر يفعل ذلك أيضا.
وكذلك أيضا يبقى عندنا حرص على العلم والتعلم، وحرص على إذاعة ونشر العلم، وحرص على تفقد إخواننا دايما، حرص على تفقد. يا ترى من الذي غاب؟ الذي غاب يبقى ممكن يكون لصيق لك أساسا، لصيق في السكن، لصيق في المصاحبة، ولكن هو غاب خلاص، يعني غاب، هو لا بيسأل ولا أنت بتبقى حريص على السؤال عليه وأيضا بذل ذلك العلم. بننتظر أنه هو ده يجي يسأل عشان لا، ده أنا أذهب إليه وكذلك أقول والله في هذا اليوم كان الحديث بيتكلم عن كذا أو كذا، في نقول والله مبدأ، في أساس، في قاعدة، أنقل له ذلك الكلام. أبقى أنا حريص، يبقى حريص. وأنت الآن بتطبق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عنه ولا آية، وتطبق ما قال الله عز وجل، ولأحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهي الدعوة كده، وقلنا التعليم أنك أنت تنقل حكم من الأحكام، غاب عن فلان أو جاهله فلان أو جاهله فلان. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبو هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد من أول منك. ليه؟ لما رأيت من حرصك على الحديث. يبقى دايما انشغال طالب العلم بالعلم، وحرصه على طلب المزيد، وحرصه على طلب المزيد، ده خلق، يعني خلق، والخلق ده بنراه في السلوك، نراه في سلوك هذا الإنسان، حرصه شديد على طلب العلم وحرصه شديد على المزيد من العلم. يبقى إن كان ده خلق، فإحنا الخلق ده دايما بنراه في السلوك، لأن الخلق دايما يترجم في السلوك، خلق. يبقى ده عنده خلق الحياة، هنعرفه إزاي؟ نراه من التطبيقات من السلوكيات. عنده خلق الإحسان، نراه فين؟ في التطبيقات. أي خلق، الخلق ده يبقى هنراه في سلوكيات الإنسان، يستدل من خلاله على ذلك الخلق الذي تربى عليه ذلك الإنسان. وكذلك أيضا المعلم لابد أن يتفرس في تلامذته، يعني بيتفرسه ويقف على مدى حرص هؤلاء على العلم والتعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو من نفسي. يبقى ليه الكلمة الطيبة، عاش من أجل هذه الكلمة، عاش من أجل هذه الكلمة وعاش بهذه الكلمة. يبقى الكلمة الطيبة، قلنا الكلمة الطيبة تثمر أعمال صالحة وسلوك منضبط. يبقى الكلمة الطيبة تنبت، تثمر عملا صالحا وسلوك منضبط. فهذا المؤمن الذي قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو صادقا من قلبي، يبقى الكلمة مغروسة في قلبي. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. يبقى هذه الكلمة الطيبة، هذه الكلمة الطيبة اللي هي لا إله إلا شجرة مغروسة كده لها جذور. فكذلك الإيمان لما بينزل في قلب المؤمن، هو شجرة الإيمان هو الجذور بتاعتها فين؟ بتبقى في القلب، وبالتالي بنرى ثمار هذه الشجرة على ظهر إنسان في انضباطه، في سلوكياته، في أقواله، في أفعاله، هو ده الحال. يبقى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يبقى المؤمن ده اللي هو قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، يبقى اعتقاد جازم بهذه الكلمة وعاش من أجل هذه الكلمة الطيبة وعاش بهذه الكلمة الطيبة، هذا هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ليه؟ لأن لا إله إلا الله كانت منهج حياة بالنسبة لهذا الإنسان، منهج حياة. يبقى حركة سكون، قول صمت، كل ده لا يتحرك إلا من خلال مدلولات أو مقتضيات هذه الكلمة. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وده أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم. يعني التصور أنهم كانوا لا يتكلون على ما يقدمون من أعمال ولا يركنون لذلك ولا يركنون، فهو لا يطمئن لعمله، يعني مهما كان من طاعات لكنه لا يطمئن لذلك. فلذلك من أسعد الناس بشفاعتك، قلنا عشان هو يعني يدخل في هذه الزمرة، يدخل في هذه الزمرة، وأن يكون ممن يشفع فيهم يوم القيامة. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب كيف
يقبض العلم. قال باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر بن حزم رحمه الله: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتفشي العلم والتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ثم حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قول ذهاب العلم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. مش هنجد الصفحات دي بيضة والمصاحف خلاص ما فيهاش كلام، لا ده هي معاك اهو، بل نقول يعني تطور الطباعة وتطور الوسائل يعني تطور يعني متقدم جدا، ولكن كيف بيتم انتزاع العلم؟ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، قبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.